واش هذا واكل جواه؟ دابا يمكنش انا وزوج اخويا نزار ما تخليناش. اللي ما دويناش عليك على بلا غنهضرو، ما كاينش شي واحد اللي ما دويناش عليه ما نطلعوش، انت اللي كاين بوحدك. ما كاينش اخويا نزار، ما يمكنش تخلينا هكا حشوفه عليك. حشوف عليك انت الامل ديالنا الوحيد، ما تفرطش فينا. حشوف عليك اخويا نزار. شحال من واحد كيبغي يدير راسه، سواء كان محامي، سواء كان مكدويش انا على المحامي ديالي. شوف اي واحد كيبغي يبين خدمته كيستعمل سميتي باش الله يبين راسه، مات الله يبين خدمته على طريقي انايا. وانا ما غنخليش لكم هاد الفرصه هادي، لانني انا معترف بيا جوجل معترف بيا. ما غاديش نطيح الليفو ديالي ونجاوب واحد بحالك اللي ما معروفش. اي واحد قال شي حاجه راه مخدم مع المسطره القانونيه. تبارك الله عليك. اعتذرت ولا تعتذر؟ واش نزار كيعتذر؟ دابا شكون كذب عليك وقال لك نزار كيعتذر؟ اسمح لي بزاف، انا كنعتذر منك اعتذارني وزوين. راه ايمان هادي. عرفتك ايمان؟ لا حول ولا قوه، تنسيبتي سميتها ايمان. عرقات لي في واحد الانترفيو، دابا تلاقيت مع فاس وشافت الشخصيه ديال نزار شكون هو شنو كيسوى. شكون هو نزار؟ الرجوله. ضريتي ليه؟ يعني واحد الشخصيه اللي معروفه انترناسيونال في المغرب. علاش تكذب؟ وكتوسخ السمعه ديالي والصوره ديالي. ما تنساش تورك تعاود ابوني وتشارك وسبسكرايب، شير بارتاجي وفرقوا مع حياتكم وعمل لايك وعمل ديسلايك وعمل ديك ام وبرك على هذا. المهم اخوتي سالات الحلقه ديالنا.